إلى الجانب الفلاحي، حيث نظمت مديرية المصالح الغرفة الفلاحية بتنسيق مع الغرفة الفلاحية والمجلس المهني لشعبة الطماطم لولاية عنبة لقاء تحسيسيا توعويا لفائدة المزارعين بمدرسة مسعود شباح، أين تم تقديم النصائح والإرشادات حول أهمية الاعتماد على شتلات الطماطم الصناعية المنتجة في المشاتل التي تعتمد على التقنية الحديثة. تقرير عبد القادر مرزوق. احنا رانا بصدد اليوم اعداد اليوم الثاني للمدرسة الحقلية للمزارعين، والتي سطرت ضمن برنامج اليقظة الخاص بمفتشية الصحة النباتية مع المحطة الجهوية لوقاية النباتات ومعهد الاتسامي بيانسور بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية. احنا اليوم رانا متواجدين من اجل توعية الفلاحين ونعطوا لهم كيفية الحصول على انتاج سليم ووفير ابتداء من شتلات سليمة. رانا هنا هذه المشتلة تعد يعني من بين المشاتل الحديثة، يعني البذور مزروعة بتقنية متطورة وحديثة، والفلاحين رانا نرافقوهم في المسار في يعني طيلة مسار النبتة، يعني من الشتلة حتى الجني المحصول. لا احنا العام هذا عنبة معروفة بالطماطم الصناعية، يعني ماهيش هما كاين ربع ولايات المتوال اللي معروفين بالطماطم الصناعية، والحمد لله العام هذايا ممكن يكون موسم بالك راح تزيد في المساحات، وعلى ما تزيد في المساحات لأنه عنبة عنبة أسنا تقريب ما غطاتش في اللي صار المساحات نتاعها، ولكن الفلاحين رجعوا باه يغطيوا المساحات اللي بقات من اللي صار راح يديروها طماطم، راح تنص للطماطم وراح تنص للحمص. وعلى هذيك حنايا انا السيد هذا الاول دركا مازال قاعد يوزع لانه عنده الطلب بزاف، مازال قاعدين الناس قاعده تطلب باه يديروا الطماطم. ان شاء الله يكون موسم مزدهر ان شاء الله.